متى تكون الهجرة واجبة ومتى تكون مستحبة؟ تكون الهجرة واجبة إذا لم يقدر على إظهار دينه في بلاد الكفر، لا يقدر على أن يدعو إلى الإسلام، لا يقدر على أن ينكر على الكفار كفرهم، هذه القدرة على إظهار دينه. بعض الناس يقولون القدرة على إظهار دينه أنه يصلي يصوم ولا يعرضونه، لا، ما هو هذا المطلوب. المطلوب أنه ينكر عليهم، أنه ينكر عليهم كفرهم وشركهم، هذا إظهار الدين. ما أنه يصلي ويصوم، ما أحد يمنع من الصلاة والصيام في أي مكان، بلاد الكفار وفي غيرها. نعم.